مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، وحياكم الله معانا في حلقه جديده من برنامجكم رمضانيات. احنا اليوم متواجدين في ميادين لوسيل للرمي، حيث بطوله ومهرجان نيشان اريدوا للعام الثاني على التوالي، والاستعدادات والمشاركين كثر. خلونا ندخل اليوم صالات وميادين لوسيل ونشوف المشاركين وهذه البطوله. حياكم معي أعزائنا المشاهدين في بطولة نيشان الرمضانية. دائما نحضر، وأيضا هناك حضور كبير ومميز، وفي كل عام يستجد شيء جديد في هذه البطولة. رحبوا معي بالسيد أحمد مبارك الكواري، مدير عام نادي الرمي. بمبارك نقول لك أول شيء في البداية مبروك عليك، ما تبقى من الشهر بطولة نيشان أصبح لها اسم وعنوان. مبروك عليكم ما تبقى من الشهر، وحقيقة سعيدين بتواجدكم معنا في نادي الرمي الرياضي الحقيقة، اللي هو طبعا للجمهور. وحنا بطولة نيشان هذه نسخة الحقيقة اللي عزيزة على قلوبنا. تعد هذه النسخة من يعني من تميزها انها انفردت بنوع معين من الرمايات. كنا احنا في البداية نيشان مختلط لكل الناس، يعني المشترك يمر على كل اللعبات. الآن قسمناها أنا والمنتخبات ما تدخل في هذا الموضوع، ولكن المنتخبات كل في مجاله، يعني مثلا البندقية في مجاله، المسدس في مجاله، الشوزن في مجاله بأنواعه، لكن انطرحت هذه على الجمهور. الآن الجمهور هو الرائد في أنه يعني نطلع منه يعني النخب للمنتخبات، لتغذية المنتخبات. طبعا واجبنا ودورنا في النادي ان احنا نستقطب هؤلاء المشاركين حتى نستنتج منهم من يكون له وقع في المنتخبات. نعم احمد، يعني في السنة الماضية او السنوات السابقة يعني في هذه البطولة كانت يمكن مقتصرة على الرماة، اليوم ادخلتوا عليها اشياء جديدة للأسرة، للأطفال، ايضا حاضرين لهذه البطولة. طبعا هذه النسخة الثانية من اعداد مهرجان نيشان. الحقيقة كانت بطولة نيشان فقط، ما فيها مهرجان نيشان. في الموسمين اللي الموسم اللي فات وهذا الموسم أضيفت له اللي هي الفعاليات المصاحبة اللي هو مهرجان نيشان. مهرجان نيشان مصاحب للبطولة. المصاحب هذا طبعا فيه زي ما تشوف ورانا اللي هو المسرح، ايضا فيه اللي هم يسميه الممشى اللي هو فيه الكيترنج للمرتادين الفعاليه. ايضا فوق هذا كله عندنا يعني اللي هي الفعاليات المصاحبه. الفعاليات المصاحبه اللي هي مثلا البادل، الكره الطائره الشاطئيه، كره القدم، كل ما هو يخطر على بالك موجود. احنا طبعا دورنا ان احنا نحيي هذه الفعاليات. اضافه الى ذلك عندنا ايضا ميدان يسمى ميدان الصجمه، احنا استحدثناه في الفتره الاخيره. هذا كان يعني طلعنا منه نخب الحقيقه، وخضنا فيه بطوله مجتمعيه. الان هو موجود على الضفه الثانيه من المهرجان. متى بدات البطوله ومتى راح تنتهي، وايضا اوقات الزياره؟ احنا بدينا من اول يوم رمضان، ونبتدي من بعد صلاه التراويح حتى الساعه الواحدة، يعني مفتوح وللي يرغب، ما نحصر احد بانه لا فلان يجي. اللي يرغب ويحب يشوف ويمارس احنا موجودين على مدار هذه الاوقات اللي هي من بدايتها من بعد صلاه التراويح لغايه الساعه 1. نعم، الى تاريخ كم؟ الى تاريخ 20. احنا من واحد رمضان الى 20 رمضان. الى 20 رمضان. نعم. السيد احمد مبارك الكواري، مدير عام نادي الرمي، شكرا جزيلا لك، تشرفنا بهذا اللقاء الطيب، ونراك باذن الله في برامج اخرى. هذا شرف لنا حضوركم، واشكركم على زيارتكم ميدانكم، ميدان اللي هو الرمي. بارك الله فيك مبارك. اذا متواصلين في حلقه الليله ونشوف الفعاليات المصاحبه لهذه البطوله. أعزائنا المشاهدين، طلعنا المسرح اللي فيه أبطالنا، عيالنا الصغار اللي دائما يشاركون في المناسبات، ودائما عندهم القدرة أنهم يشاركون ويجاوبون. خلونا نشوف اللي يدير هذه الفعالية أو على المسرح.
في البداية معليش سامحونا بنقاطعكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا مرحبا عليك ما تبقى من الشارع. علينا وعليك تبارك. مشاهدنا الكريم مشاهدين ان شاء الله، بدر السلاوي مقدم مسابقات وفعاليات. بدر، هذه المسابقات تحتاج واحد يعد لها ولا أكيد. انت تعد بنفسك؟ لا طبعا، مثل ما تشوف عندنا هنا العده والالتزامات، هذه متطلبات المسابقات. انا اعتمد على المسابقات تكون حركيه ونفس الوقت يكون فيها يعني هدف، ذكاء، تفكير. فمثل ما يعني اشرح لهم دائما، انا اقول المسابقه هذه تعتمد على الذكاء، تعتمد على الحركه، فالاثنين بواحد، يتحرك ويركز ويحاول يصيد اللعبه ويصيد الهدف، واذا فاز يفوز واذا خسر بعد تكفي المشاركه تكفي. يعني نقول اللي يعد هذه الفقرات ايضا يمكن يحط في باله دائما المعلومات والثقافه. صحيح، لازم يكون عنده ثقافه للابناء. إيه يكون عنده معلومات واسئله، ونفس الوقت يكون يعرف شلون يقدم، يعني يكون عنده خبره في الامور هذه، لازم اكيد. نعم. شيء مهم طبعا. اليوم اصبح عندك من الخبره كثير. الحمد لله، انا لي الحين 12 سنه يعني اقدم. في البدايه كنت متطوع، عقب يعني حصلت الدعم استمريت، والحمد لله كملت بشكل اكبر، والحمد لله يعني. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق، ونتمنى ايضا لكل طلبتنا وابنائنا ان شاء الله. ومبارك عليك الشهر ان شاء الله، وعلى الساده المشاهدين، ونشوفكم على خير ان شاء الله. تسلم يا بدر، تسلم. اذا مثل ما شفنا من هذا المسرح، مسرح المسابقات في بطوله نيشان الرمضانيه، فعلا الأبناء كلهم مستمتعين ومبسوطين بهذه المسابقة. خلونا نتعرف هذا العام عن البطولة ومحتواها من خلال ضيفنا العزيز جاسم شاهين صليطي، مدير عام بطولة نيشان أريدو. أبو شاهين، نقول مساك الله بالخير ومبروك عليك ما تبقى من الشهر، كلمنا عن البطولة لهذا العام. مساك الله بالنور، وعلينا وعليك تبارك، ويحياكم الله في ميدان لوسيل الرماية. طبعا بطولة نيشان هي بطولة رمضانية سنوية تقام على ميادين لوسيل. طبعا السنة البطولة برعاية أريدو، وبطولة نيشان دائما مفتوحة لجميع المشاركين من جميع الفئات العمرية. طبعا البطولة هذه تهدف لاكتشاف مواهب الرماية الموجودة داخل قطر من خلال القطريين وغير القطريين. طبعا هذه البطولة تحظى على مشاركة كبيرة كل سنة. هذه السنة فتحنا شوط للناشئين من أعمار 15 سنة وتحت، واكتشفنا مواهب كبيرة في خلال الأيام الماضية. احنا كنا على موعد أمس واليوم مع أول جولة، مع جولة المسدس الهوائي، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة بإذن الله. نعم، ما يسعد دائما في كل يعني البطولات والمهرجانات مشاركة البنات والشباب، نلاحظ أيضا مشاركة من قواتنا في هذه الرماية. نعم صحيح، عادة البطولة دائما تكون أشواطها مشتركة. السنة لأول مرة تم فصل الشوطين بين السيدات والرجال. طبعا في المكافآت السنة بعد للسيدات وللرجال ومتساوية للمركز الأول. طبعا أصحاب المراكز الأولى، المركز الأول له 30,000، والثاني 25,000، والثالث 20,000 في الرجال وفي السيدات. يعني نقدر نقول بشاهين أن هذه البطولة فردية أم هناك أيضا يعني فرق من الزوجي؟ نعم، البطولة فردية، كل رامي يشارك في أربع لعبات اللي هي الشوزن وقوس السهم والمسدس البندقية، وصاحب أعلى عدد نقاط يحصل على المركز الأول. نعم، عدد المشاركين إذا تكلمنا عن التراب والشوزن خارج هذا المضمار. نعم. والمشاركين في هذه القاعة. نعم، أنت الشوزن بالنسبة للهواء ما يلعبون تراب وسكيت، تراب وسكيت لفئة المحترفين. نعم. والمحترفين انتهت بطولتهم قبل أربع أيام. نعم. وكانت في النهار. بالنسبة للهواة يلعبون لعبة اسمها السبورتينج، هي مزيج بين السكيت والتراب وشوية يعني ممتعة أكثر. المشاركين تقريبا وصلوا فوق 300 مشارك، يعني احنا الباب التسجيل مفتوح الى الان، فما عندنا الرقم الاخير. وفي بطوله مصاحبه اللي هي بطوله السكتون 50 متر، بعد فيها ما يقارب 100 مشارك، وتقريبا 100 مشارك اخر في الفئات العمريه. في ختام هذا اللقاء ودنا ايضا كلمه ودعوه منك لابنائنا، لبناتنا اللي يجدون في نفسهم ايضا هواية الرماية بكل الأنواع. نعم طبعا، ميادين لوسيل الرماية مفتوحة على مدار السنة للجميع، للجميع يعني يحياها الله في أي وقت ويشرفونا. احنا بابنا مفتوح للقطريين وغير القطريين، واحنا نطمح ان جميع اولياء الامور يجيبون عيالهم ويشاركون، واحنا ممكن يوم من الايام نتبنى هذا الولد او البنت ويكون لاعب للمنتخب يمثل بلاده يوم من الايام ويشرف ببلدنا. نعم. فالباب مفتوح لهم على مدار السنه، وباب التمرين مفتوح لجميع الفئات السنيه على مدار السنه. نعم، جاسم شاهين صليطي مدير عام
بطولة نيشان رمضانية. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ولكل المشاركين ايضا التوفيق. يعطيكم العافية، ما قصرتوا وما قصرتوا، مشكورين على. شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين، خلونا نشوف ايضا من هذه القاعة الرماة وايضا الامكانيات المتوفرة في هذه الصالة لإنجاح اي بطولة. وراء كل إنجاز هناك بطل، وهناك أيضاً مدربين يعطون الآراء للعيبة حتى يصلون إلى مبتغاهم. أيضاً معاي اليوم أحد المدربين في سلاح البندقية. في البداية كابتن نقول مبروك عليك ما تبقى من الشهر، ومشاهدنا الكريم يتعرف عليك. بارك الله عليك إن شاء الله. مدرب رياض البرداني. نعم. مدرب مستلم الناشئات في اتحاد قطر للرماية والقوس والسهم. ماذا يقدم المدرب للمتدربات؟ والله المدرب اساسا الرامي هو الخامه. المدرب يحاول يتاقلم مع الرامي، يريحه نفسيا، يتعامل معه اذا كان مش اخوه كاب مثلا. انا بالنسبه لي هذول البنات مثل بناتي يعني، فتعامل معاهم، اعطيهم الاساسيات بدايه. ممكن نبدا في الجلوس، نعطيهم اساسيات، بعدين يوقفوا، يصير التطبيق اللي اخذوه في الجلوس تطبيق في الوقوف. نعم. هناك يعني ملاحظات معينه حتى يصبح مثلا نقول الرامي هديف، هل هناك ملاحظات معينه او خط معين يمشي عليه حتى يصل الى الهدف؟ والله شوف، هو بدايه الجميع متساوي، بس في ناس تصعد صعودها اسرع من الناس الثانيين. اهم شيء عندنا احنا لما الرامي يصعد شوي شوي ما في مشكله، لكن اللي يصعد وينزل مره واحده هذا شوي يخوف. نعم كابتن، يعني سؤالي الاخير ايضا، الفتره اللي ياخذها المتدرب هل هي قصيره حتى يصل الى الهدف ام هي طويله؟ والله يحتاج، يعني عندي مثل هذول الراميات ما شاء الله مميزات، يعني في فتره تقريبا 3 إلى 4 شهور مستواهم يعني ما شاء الله بدأ يتطور. يعني إن شاء الله متطور. نعم. الحمد لله. إن شاء الله يبشرون بالخير. إن شاء الله يا رب. نعم. أتمنى أن يرفع عالم الدولة. خلونا نشوف واحدة من بناتنا، وقبل لا نشوف صراحة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، 10.5 يعني أعلى حتى من علامة العشرة. خلونا نتعرف عليها ونبارك لها برمضان. في البداية نقول رمضان عليك مبارك، وعرفي مشاهدنا الكريم عليك. علينا وعليك تبارك. مشاعل احمد النعيمي. مشاعل، ايش كثر صار لك في الرمايه بالبندقيه؟ 4 شهور. 4 شهور. اول ما جيتي واليوم اختلف عندك الوضع؟ وايد وايد اختلف. يعني كم كنت توصلين في السكور مثلا في 70؟ بدايتي كانت 70 60، واذا وصلت ال 80 زين. الحين يبين عندك السكور 106. ما شاء الله ما شاء الله. حبيتي هذه الهواية؟ وايد. راح تستمرين؟ إن شاء الله. شو تقولين حق البنات اللي الآن يتابعون، نودهم أيضاً يلتحقون بنادي الرمي؟ جربوا أنتوا، وإذا ما عجبكم في أكثر من هواية ثانية، قوس وسهم، عندك مسدس، شوزن، إذا حبيتوها كملوا، راح تستمرون إن شاء الله توصلون حق المنتخبات، تطلعون برع، وإذا ما عجبتوا وما عجبتكم أهم شيء أنتوا جربتوا يعني. بارك الله فيك مشاعل، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق بإذن الله، ونشوفك أحد البطلات إن شاء الله، وترفعين اسم قطر عالية إن شاء الله. شكرا لك. خلونا مشاهدين الكرام نشوف أيضا أحد الرماة من الشباب. حياك الله يا أخوي، ونقول رمضان عليك مبارك، ومشاهدنا الكريم يبي يتعرف عليك. علينا عليك تبارك. طارق عبد الله اليافي. يا مرحبتين. مرحبتين طارق. سكور طيب ما شاء الله 10.6، ماذا يعني لك هذا؟ شيء طيب والنجاح بإذن الله. إيش كثر صار لك في هذه الهواية؟ 5 شهور تقريبا. 5 شهور. يعني تعتبر نفسك جديد في هذه اللعبة؟ أكيد في ناس صار لهم 5 سنوات 10 سنوات يعني، فهم بطولة عالمية دخلوا، فعلى شوي شوي الواحد إن شاء الله يوصل بطولة عالمية. نعم. ويوصل بطولة برضو داخلية دولية. شو تقول كلمة أيضا للي ما التحق يعني هذا الميدان، ودائما نقول هذه الميادين الرياضية تثري روح الفريق بشكل عام؟ والله أشجعهم يجربونها، ويمكن إن شاء الله تعجبهم. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك التوفيق. مثل ما شفنا أحد الرماة، وشفنا يعني بناتنا كلها فترات بسيطة ما بين 3 إلى 4 إلى 5 شهور أصبح اليوم رماة، وشفنا أيضا السكور على الشاشات، شفنا اليوم السكور العالي، وهم مبتدئين يعتبرون نفسهم. لا أكيد نتمنى لهم في المستقبل القريب يكونون أبطال ويرفعون اسم قطر عالي.
بطولة نيشان تضم نخبة كبيرة من اللي سجلوا هذا العام ومنهم مواطنين ومقيمين. خلونا نشوف واحد من المشاركين في بطولة نيشان لهذا العام. حياك الله يا أخي الكريم، نقول مبروك عليك ما تبقى من الشهر، ومشاهدنا الكريم يتعرف عليك. الله يحييك، الله يسلمك، بارك الله فيك. معكم سعودان عبد النور من الجزائر. أنا مشارك الأول مرة في مسابقة نيشان. عادة جينا ندرب مرة على مرة مع أصدقائي، بس هذه المرة كانت لي أول مشاركة في الكومبيتيشن. نعم سعودان، كيف شفت البطولة بشكل عام والحضور أيضا والمشاركين؟ لا ما شاء الله، البطولة منظمة بطريقة جيدة، الحكام يشرحوا لكل شيء، توضيح كان في التسجيل قبل كيجينا قبل البطولة، الأمور ميسرة ما شاء الله عليهم، والمنظمين واقفين على البطولة ما شاء الله. أول مشاركة لك؟ أول مشاركة لي. يعني العام الماضي ما شاركت؟ لا ما شاركت. طيب كيف التنافس بين اللاعبين بشكل عام؟ ما شاء الله المستوى عالي، كنت نشوف المنافسين اللي جنبي ما شاء الله عليهم عندهم مهارات كبيرة في الرماية. نعم، حظوظك كيف؟ إن شاء الله يكون لنا الحظ الأوفر فيها من نقاط يا رب. نعم سعدان، احنا سعيدين بلقائك ونشكرك جزيل الشكر. الله يسلمك، بارك الله فيك، ونتمنى لكل المشاركين في هذه البطولة التوفيق والنجاح. إن شاء الله مشكورين، بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. إذن أعزائي المشاهدين، من خلال برنامج كاميرا رمضانيات راح نتجول ونشوف أيضا هذه البطولة عن قرب. انتقلنا إلى ميدان آخر وهناك الكثير من بناتنا اللي يدربون في هذا المضمار. خلونا نتعرف على واحدة من بناتنا. حياك الله. الله يحييك. رمضان عليك مبارك، أو ما تبقى من الشهر. أنه عليك تبارك. مشاهدنا الكريم يبي يتعرف عليك. فاطمة ناصر، أنا ألعب سكيت، بس هالمرة شاركت في بطولة 50 متر. نعم، هاي السلاح شنو؟ سكتون 50 متر. سكتون 50 متر. أي. طيب سكوراتك في سلاح سكتون شلون؟ أعلى سكور جبته 10.8، وأقل سكور تقريبا 6.9، بس إن شاء الله أفضل. يعني الأرقام دائما، الأرقام العالية تبتدي من كم يعني عندكم في السكور اللي نعتبره رقم جيد؟ عندي أنا 8.5، لازم يكون أعلى، أحسن يكون. أقل شيء عندك 8.5 لازم يكون. إيش كثر تأخذين وقت التمرينين حق البطولة؟ ياخذ مني وقت عشان أركز زيادة، ويعني أبني نفسي زيادة عشان قبل وقت البطولة. يعني نقدر نقول الآن أنت جاهزة؟ تقريبا. بإذن الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وتكونين يعني إحدى البطلات في هذه البطولة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذا أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا اليوم في مضامير الرمي هناك الكثير من أبنائنا وبناتنا اللي في كل فعالية وفي كل مهرجان وفي كل بطولة يشاركون. إذن انتهت حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في يوم القدر، وفمان الله.